وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم وبجمهوركم. أستاذ ياسر، هنالك مصادر صحفية تقول إن الإدارة الأمريكية تعد وثيقة تقر فيها سيادة الاحتلال الصهيوني على الجولان، كيف تقرأ توقيت هذه التسريبات؟ وهل الوقت مهيأ أيضا لهذا الاعتراف أم لا؟ حقيقة فعلا التوقيت هو السؤال الأساسي، لماذا الآن؟ يعني نعلم جميعا أن إسرائيل محتلة لهضبة الجولان منذ عام 1967، ونعلم كشعب سوري أيضا أن هناك حل رضائي جرى من خلال وجود حافظ الأسد والد بشار الأسد الرئيس الحالي كوزير للدفاع آنذاك. لذلك أنا بتصوري التوقيت له عدة مفاتيح. المفتاح الأول بتصوري زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن يكون هناك أيضا دعم لمسيرته الانتخابية. نعلم أن وضع نتنياهو في الانتخابات القادمة وضع ليس بالسهل، وهو يحتاج إلى جهود الإباك هناك. وبتصوري أن وجود نتنياهو خلال يومين قادمين سيكون له غنيمة كبيرة عندما يكون هناك تصريح أو تغريدة بمثل هذه التغريدة. نعلم أيضا أن حسابات ترامب الانتخابية أيضا هو بحاجة لها، وبدأ الآن العد العكسي من أجل أن يكون هناك تحشيد أكبر ووعود أكثر للناخبين. وبتصوري ترامب بدأ هذا الأمر بمسارته من خلال استمالة ما يعرف بالإيباك اللوبي الإسرائيلي المتواجد هناك، والذي له زخم كبير على مستوى الحزبين الديمقراطي والجمهوري وأيضا للمصالح الاقتصادية. أما على حقيقة ما هي هذه التصريحات أو ما هي دلالتها في النتائج، بتصوري هي تصريحات انتخابية دعائية وليس في نهاية المطاف تشريع من هذا الأمر. نعلم جميعا أن إسرائيل ككيان محتل هو حسب توصيفه بالقرارات الدولية، عندما نتكلم عن قرارات أممية ودولية من مجلس الأمن، نتكلم عن قرار 24267، نتكلم عن قرار 398 بال73، نتكلم عن قرار 497 81. هناك الكثير من القرارات التي تؤكد على سيادة الدولة السورية على أراضي الجولان، وأن الكيان الإسرائيلي هو كيان محتل لهذه الهضبة. إذن إسرائيل هو كيان محتل احتل فلسطين يتمدد أكثر، إذن هو لا يستطيع أن يطلق عليه ماهية الدولة كون أنه لا يوجد لديه حدود، وبالتالي هو يشرع. لماذا يتغاضى عن فكرة الحدود؟ لأن هو له أطماع لتمدد بشكل أكبر. نعلم جميعا أن لديه أطماع تمتد من النيل إلى الفرات. لذلك كل هذه الإجراءات التي تحصل الآن هي إجراءات مجرد إعلامية وليست قانونية، ولا يمكن أن تكون في نهاية المآل لتشريع قانوني. ماذا عن الرد العربي على مشروع ترامب بالاعتراف للكيان الصهيوني بالسيادة على الجولان؟ يعني بتصوري كما ذكرت الواقع الحالي إسرائيل هي محتلة غاصبة للكيان للأراضي السورية في الجولان، ولكن لطالما كنا نسمع تنديدات عربية أو عمليا تصعيد وبيانات رفض وشتم، ولكن في نهاية المآل لا يوجد أي إجراءات حقيقية على الأرض من أجل أن يكون هناك عودة للأراضي المحتلة. صحيح كان هناك مفاوضات في السابق حول أن تعود الجولان إلى الأراضي السورية مقابل الأرض مقابل السلام كما كان يصرح، ولكن في نهاية المطاف وجدنا أن هذه الإجراءات فقط لتسويق دولة الاحتلال من أجل أن يجلس الاحتلال الإسرائيلي مع الدول العربية. وأنا بتصوري الآن إسرائيل ككيان محتل تخطى هذه الناحية وبدأ الآن يجلس في العلن وليس في السر وبدون مفاوضات، بل عبر مؤتمرات وعبر مسابقات وعبر نشاطات رياضية في الدول العربية ويشارك. إذن بتصوري إسرائيل أصبحت خلف ظهرها يعني مفهوم أن تعيد الجولان، وهي على العكس تنظر إلى الجولان كأنها غنيمة على ما يحصل الآن في سوريا. بتصوري أيضا ترامب شرع لمجال تقسيم سوريا عندما يقول أن هذه الحصة من صالح إسرائيل، فسيكون هناك حصة أيضا من صالح إيران وحصة أكبر. خلال سنوات الثورة كانت المؤشرات تؤكد رغبة الكيان الصهيوني في سيطرة النظام على المناطق المحاذية لهضبة الجولان. هل تعتقدون أن اعتراف ترامب سيمهد لعملية عسكرية من أجل استعادة تلك المناطق؟ أنا يعني أنظر إلى المنظور إلى المفهوم بنظرة أخرى، أقول أن أكثر من 4 سنوات كانت الحدود التي ما بين الأراضي المحتلة في الجولان وما بين العمق السوري كانت تحت تصرف الجيش الحر، ولم يكن الجيش الحر يعني مشغولا. كان الجيش الحر ليس قضيته تحرير الأراضي، هو يعلم أن تحرير الأراضي في نهاية المطاف هي قرار سيادي للدولة السورية، ولكن كان مسؤوليته هو تحرير وحماية الأراضي من الظلم والميليشيات الإيرانية. ولكن وجدنا أن إسرائيل
ما كانت يعني في خلال هذه الامر يعني تخشى من ان يكون هناك تجاوزات يعني عسكريه من جانب القوات الجيش الحر، ولكن وجدنا ان اسرائيل تجاوبت بالايجاب وسمحت لقوات النظام من اجل ان تسترد الشريط الحدودي، اذا اسرائيل ترى في وجود النظام كقوات عسكريه لا تشكل عليه خطر، بل على العكس هي ارادت ان تعود الى سياسه الاطمئنان التي شهدتها منذ السبعينيات وحتى الفتره ما قبل الثوره، لذلك انا بتصوري هناك قد يكون هناك صفقه من تحت الطاوله ما بين امريكا وروسيا حول ان يكون حصه اسرائيل الجولان مقابل ان تبقي او تقبل اسرائيل باي تصور لحل سياسي، وبالتالي يكون روسيا استطاعت ان تكسب التأييد الاسرائيلي واستطاعت ان تكسب التأييد الامريكي، نحن كل ما نخشاه ان يكون هناك صفقات تحت الطاوله، ولكن في نهايه المطاف انا اقول ان المعني الحقيقي بالاراضي المحتله هي الشعوب، والشعوب المتواجده سواء في الجولان او في الاراضي السوريه لم ولن تقبل بسياسه التخلي او القضم عن المساحات السوريه. المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.